البعض بيتساءل ويقول هو مش من الخليج إلى المحيط دي أرض العرب؟ مش كل العرب واحد؟ هو احنا مش ديننا ولوننا حتى لو اختلف فاحنا عارفين بعض، أسامينا شبه بعض؟ هو مش كل العرب إخوة؟ وطني حبيبي الوطن الأكبر يوم ورا يوم أمجاده بتكبر، هي فين بقى انتصاراته اللي مالية حياته؟ هو فين وطني اللي بيكبر وبيتحرر؟ فين؟ فين الوطن العربي الواحد؟ فين الأمة العربية الواحدة صاحبة الريادة والسيادة والرسالة الخالدة؟ ليه لما العيال الصغيرة الموجوعة المكلومة اللي استشهدت أهاليها قدامها وجمعوهم حتت في كياس بلاستيك، ليه لما بيقولوا وين العرب محدش بيرد؟ ليه بيطلعوا الأفاقين والنصابين وشزاز الآفاق على السوشيال ميديا عشان يقولوا لهم احنا منا؟ احنا ملناش دعوة، فلسطين ما هي بقضيتي، مش عليك انت. ليه العرب بقى دمهم هاين على العرب؟ النهاردة أكتر من 40,000 شهيد في غزة أساميهم مكتوبة غير اللي محدش عارفهم، محركش ضمير العالم ومحدش اتكلم عنه. ليه؟ الدم ده كله محرككمش، طب هتتحركوا امتى؟ انت يلي شايف ناس تانية جاية من بلدان تانية رفع أعلام تانية وحطاها على كتفها جنب العلم الإسرائيلي ونزل عشان تحارب هناك، انت ليه مش عايز تقف جنب أخوك ولو بكلمة ولو بدعوة ولو بنقل الحقيقة أو بتبني وجهة نظره؟ البعض بيقول هي قناة العربية ليه كده؟ ولا قناة العربية قررت تختصر الوضع العربي، انك ممكن تبقى عربي بالاسم وبس وكل افعالك ملهاش علاقة بالعرب، ولا بتتبنى وجهة نظر العرب، ولا بتقول مفردات زي العرب، ولا بتجيب ضيوف يتكلموا كلام العرب، بل بتمعن في الانحناء لاعداء العرب. قالك الوضع العربي اهو، واحنا اسمنا العربية فاحنا هنعبر عن الوضع العربي في شكله الابرز، تخاذل، خذلان، ضعف، اتهام الاخ والشقيق، تخلي عنه. يجيب لك واحد يقول لك وجهة نظر الناس، يجيب لك واحد يقول لك وجهة نظر الحكومة، يجيب لك واحد يقول لك وجهة نظر اخواتك العرب اللي في فلسطين، يجيب لك واحد يقول لك وجهة نظر جيش الاحتلال الاسرائيلي اللي موجود في غزة. الاعلام موجه، والاعلام يا اما يصنع وعي يا اما يسحر عقول، يا اما يبقى كلمة حق يا اما يبقى كلمة ضلال. وانت ما بين الاتنين دول، اخبارك ايه؟